بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أسرار غامضة بعد وفاة الرئيس الشهيد الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية. طبعا احنا عارفين ان اللحظات الأخيرة في حياة الرئيس محمد مرسي كانت لحظات صعبة جدا. سقوط الرئيس محمد مرسي على الأرض فضل في الوضع ده من 5 لـ10 دقائق، واستدعاء طبيب عيون يفحص عين الرئيس محمد مرسي، وصراخ المعتقلين اللي كانوا في نفس القضية، السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الدكتور عصام العريان والمعتقلين التانيين، ان ده طبيب عيون وما ينفعش، ولابد يكون في طبيب متخصص. والسؤال ازاي تكون محاكمة على المستوى ده، ومعروف طبعا ان رئيس الجمهورية موجود في المحاكمة ولا يوجد فيها استعدادات طبية. كل الاستعدادات اللي كانت موجودة استعدادات امنية، قفص الزجاج اللي رئيس محمد مرسي كان موجود فيه، الامتهان ومحاولة التنكيل بالمعتقلين كانت على اتم الاستعداد، لكن اهمال فيما يتعلق بالامور الصحية، استدعاء سيارة الاسعاف تيجي بعد نص ساعة يكون الرئيس الشهيد دكتور محمد مرسي لفظ أنفاسه الأخيرة، رفض القاضي أنه هو يدخل أي طبيب منهم أنه هو يفحص الرئيس محمد مرسي، طريقة تغسيل الرئيس محمد مرسي في مستشفى سجون ترى، ومنع أي حد من المحامين أو أي حد أنه يصلي عليه أو يشيعه، يشارك زوجته وأبنائه والمحامي فقط في تغسيله وتشييعه، رفض دفن الرئيس محمد مرسي في مسقط رأسه في قرية العدوة محافظة الشرقية، ودفنه في مصر الجديدة في المقابر الوفاء والأمل. طبعا دي كلها حاجات لن ينساها التاريخ، وأتمنى أن احنا كلنا نكون الصورة دي واضحة عندنا. الأول رئيس مدني احنا انتخبناه، رئيس مدني مننا احنا، من الغلابة، احنا في عندنا غلابة وفي عندنا ناس ظالمين من أبناء الشعب المصري خارجين على القانون، عايزينها غابة علشان خاطر الدنيا تمشي على هواهم. مش مشكلة بقى يفرموا الغلابة، ده مش مشكلة. احنا لازم نكون فاكرين اللي حصل للرئيس محمد مرسي. في نقط عايز أكد عليها، النقطة المهمة وهي أن الرئيس محمد مرسي تركه المصريون 6 سنوات داخل السجن، معتقل الأول مخفى قصرا في من الحرس الجمهوري، وبعد كده معتقل داخل السجن محدش يعرف هو فين، لكن تركه المصريون طوال هذه المدة. النقطة الثانية، الرئيس محمد مرسي لما توفاه الله تعالى كان ردود الفعل المصرية مخجلة جدا. قد يكون موضوع متفهم لو ده شخص طبيعي، لكن ليه كانت الردود بالشكل ده مع رئيس الجمهورية، على عكس طبعا ما حصل في العالم. شفنا صور الرئيس محمد مرسي فوق المسجد الأقصى المبارك، وشفنا الصلوات. ده أنا لم أرى رئيس تم تشييعه ونعاه العالم أجمع بهذه الطريقة. النقطة الأخيرة اللي عايزين نأكد عليها، أن طريقة تشيع الرئيس محمد مرسي كانت طريقة لا تليق برئيس الجمهورية المنتخب من الشعب، لم يظلم أحد، طريقة لا تليق بالرئيس. تغسيل الرئيس في السجن، دفنه في جنح الظلام، محدش يمشي في جنازته إلا زوجته وأولاده، طريقة لا تليق برئيس الجمهورية، ودي اللي هيسجلها التاريخ على زبانية الظالم وأعوانه على الظالم نفسه اللي أراد أن المشهد يطلع بالشكل ده. طيب إيه بقى الأحداث الغامضة اللي حصلت في وفاة أو بعد وفاة الرئيس محمد مرسي؟ حاجة غالبية المصريين لم ينتبهوا لها، هو الشخص الذي قام بالتغطية الصحفية بعد وفاة الرئيس الشهيد بإذن الله الدكتور محمد مرسي. تخيلوا لما نقول ان الرئيس محمد مرسي توفاه الله في السجن، احنا نتوقع انه اعلام العار، الاعلام اللي بيطبل للظلم وبيضحك على المصريين ليل نهار، ازرع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اللي ساعدوه في انقلابه على الإرادة الشعبية وعلى الخروج على الدستور والقانون وعلى هرس اصوات وإرادة المصريين في الانتخابات، سواء كان في الدستور او في انتخابات رئيس الجمهورية. كنا نتوقع ان الاعلام ده هو يبقى في المكان يروح يصور، لكن الحاجة الغامضة اللي لغاية دلوقتي مش لاقي لها تفسير، ان الشخص اللي عمل تغطية صحفية وسمح له، الشخص الوحيد اللي عمل تغطية صحفية وراح صور مقابر الوفاء والامل مصر في مصر الجديدة ومقبرة الرئيس محمد مرسي وقف قريب منها بامطار، صحفي اسرائيلي من دولة الاحتلال، ويقال انه ضابط مخابرات سابق اسمه روعي قيس، ده مراسل في قناة كان العبرية، وطبعا أحد صحفي هيئة البث الإسرائيلية. سمح له أن هو يصور مقابر مصر الجديدة، أن يقف بالقرب من المقبرة اللي دفن فيها الرئيس محمد مرسي، ويقول أن الليلة اللي فاتت مات الرئيس محمد مرسي توفاه الله، وأن هو مدفون هنا في مصر الجديدة، هو اللي بيقول كده، وأن هو لم يسمح له بأن هو يندفن في قريته كما وصى. ده مش كده وبس، ده الصحفي ده راح قعد على قهوة في قلب القاهرة وصور نفسه وقرأ الجرايد، وقال رصد ردود فعل المصري
المصريين، قال كأن ما فيش حاجة حصلت. وقال حتى ردود فعل الصحافة نفسها بالكاد ان انت ممكن تجيب سيرة الرئيس محمد مرسي، عار في نفس الوقت غموض. دي من الحاجات الغامضة بالنسبة لي، ليه الشخص ده تحديدا اللي سمح ليه دونا عن كل صحفي العالم، يعني الصحفيين المصريين المؤيدين للانقلاب العسكري، الرافضين للإرادة الشعبية، الخارجين عن القانون والدستور، يعني بالعقل والمنطق كنا نقول ان دول ممكن يقفوا ويقولوا، لكن لم يسمح لأي حد منهم. ده علامة استفهام كبيرة جدا، وحاجة غالبية المصريين لم ينتبهوا ليها. يقف على النيل ويقعد على قهوة وسط البلد ويفتح الجرايد ويقرأ ويعمل التقرير ويصور، شيء غامض محتاج تفسير وممكن الأيام تبقى تسفر عنه. حاجة الغامضة كمان هي الطريقة اللي مات بيها الرئيس محمد مرسي، يعني شيء عجيب جدا أنه الموضوع ده ما يتفتحش فيه تحقيق لغاية دلوقتي. طريقة موت الرئيس محمد مرسي، هل فعلا الطريقة اللي مات بيها الرئيس محمد مرسي كانت طريقة طبيعية زي ما حاول الانقلاب العسكري وقدته ان هم يسوقوا للشعب المصري؟ ليه ما تمش تحقيق في قضية مقتل الرئيس محمد مرسي بهذه الطريقة البشعة داخل السجن؟ مين المسؤول عن موته بالشكل ده؟ ليه أبناء الشعب المصري ما سألوش السؤال ده؟ دي حاجة غامضة جدا. هل من الممكن ان يكون فعلا تم اغتياله داخل السجن، خاصة في قضية التخابر مع حركة المقاومة، وإن يجي الصحفي يغطي من برة وتبقى كأن الكيان بيوصل لنا رسالة؟ طبعا أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة، بس كل شيء وارد. هل ده كان مرتب ومعد ليه؟ طب ليه احنا ما نسألش الأسئلة دي لنفسنا؟ دي حاجة مهمة جدا خطرت في بالي ولم ينتبه ليها غالبية أبناء الشعب المصري. هل ممكن يكون تم اغتياله بحقنة زي ما حصل مع عبدالله محمد مرسي بعد موت والده بأشهر؟ طبعا احنا عارفين كلنا ان عبدالله ابن الرئيس محمد مرسي تم اغتياله بحقنة سامة بعد وفاة الرئيس محمد مرسي بأشهر، لأنه طالب بالتحقيق في وفاة والده وبدأ يكتب على السوشيال ميديا وعمل مداخلات، فتم اغتياله بحقنة سامة واتعملت المسرحية علشان يشوهوا صورته. النقطة الأخيرة اللي محيراني وهي محاولة اغتيال الرئيس محمد مرسي قبل الموضوع ده، ما قال للقاضي ان هو قدم ليه طعام لو كان اكله كانت هتحصل كارثة كبيرة جدا، والكلام ده كله موجود ممكن ترجعوا له. في النهاية كل الحاجات الغامضة اللي حصلت سواء اللي انا اتكلمت عنه في الحلقة او الحاجات التانية اللي ممكن تكتشف في الايام اللي جاية محتاجة بحث ودراسة وتوثيق، علشان خاطر التاريخ لن يرحم هؤلاء الظلمة اللي خرجوا على القانون والدستور المصري ودمروا تجربة مصر الديمقراطية اللي كانت هتنقل مصر وتخليها راقية ومتقدمة بين الأمم. في النهاية ندعو الرئيس محمد مرسي بالرحمة، وندعو أن يفرج الله عن فريقه الرئاسي وعن أصحابه اللي كانوا معاه في الحكم في الفترة دي، غالبيتهم مازالوا لغاية دلوقتي في السجون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يفرج عن أصدقائه وأصحابه وفريق عمله اللي كان معاه في رئاسة الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة الله.